السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت، أنا أخويا بيشتغل في الرياض، من أسبوع ودى والدتي وزوجته مكة للحج وسابهم ورجع، هو ما عملش عمرة، هم عملوا وهو رجع، فهو دلوقتي عايز يرجع لهم النهاردة إن شاء الله، بس طبعا في دلوقتي صعب جدا إن هو يخش محرم مكة، فهل يجوز لي إن هو يخش مش محرم وبعدين يحرم من مكة؟ وتاني حاجة، ده هو ربنا ما يصلوش الدخول، حج زوجته من غيره تجوز ولا لا تجوز؟ جزاك الله كل خير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أولى له من الذهاب إلى مكة والمكس فيها 3 أيام أن يهل من ميقات أهل الرياض ولو كان بثيابه، ويكون عليه حينئذ فدية من صيام أو صدقة أو نسك، إما أن يطعم 6 مساكين، وإما أن يذبح شاة، وإما أن يصوم 3 أيام. أما حجة زوجته بدونه فهي حجة صحيحة، وخاصة في حال كونها ليست بمتعمدة لاقتراف الإثم، فحجتها على كل حال صحيحة. أسأل الله لنا ولها القبول، اللهم آمين.